هادو بحال اللي عندهم شهاده اللي عشنا من جدو لجدو. انا ولد بوغيله جدي مات في السوق ومخير هنا كيعرف. خرجونا من السوق قال لك شني ورقه نسيتها، قال لك شني خروج حقا نهدموا السوق ونعطيكم. خرجنا عملنا الطابله ديالنا في السنتر قيدوكم وكلشي كلشي ما عندهم. اسمع شني داروا، بدينا نديروا كاريوات كنخدموا كاريوات كيدقوا حقا احنا كنعدوا لكم. دخل داخل دخلنا ملي جا السوق قال لك حقا السوق جاهز. جينا قلنا لهم ديال احنا، قال لك حنا كنعطوا اللي عندنا. شكون اللي عندهم بلا ما نذكر سميتهم وما عارفين فلان وفلان. ولدو عنده 12 سنه كيقرا في التجاريه ولا في واحد المخازن مو باهي فينا هي هبوا فينا. هادو الناس هادو اللي تجمعوا لا علاقه بالمجال، هاد الناس اللي تجمعوا ياكلوا النص ولا الربع ولا تربي عليهش داوهم. وهاد الدرويش اللي هما قرضاو اللي عليه الضوء عليه كذا. انا اللي كنهضر معاك ساكن عارف محل وقصد انا وليت الحمام عندي كلشي بكريدي والله. ثلاث شهور ديال الضوء ولا ما مخايا صحتي مشات الكريدي باقي كنخلصو اللي حولي والله ما كاين. هضرت مع قايد ديال المقاطعه السادسه قال لي ما عندي ما ندير لك العيني. قلت له شريف عندي بطاقه مغربي. قلت له انا الدوله اللي ما تعطينيش حقي شنو ندير بها؟ عندي مغربي الدولة اللي ما تعطيش حقي شنو هي؟ مو ياول كل مرة كنخدم مو ياول. قلت له الدولة اللي ما تعطيش حقي شنو ندير بها؟ شوف قلت شنو نعاود نقول بغيت هاد الهضرة توصل. الله يرحمك بيا الوالدين بغيت هاد الهضرة اللي نقولها توصل. الله يرحم الوالدين. شوف احنا الناس اللي كيمشيو لهاد سوريا واللي كيمشيو لهاد ليبيا واللي كيمشيو يديروا هاد الشيء ديال هاد الشيء اللي كيديروه راه ماشي على حق الدين. حيت شغل الجهاد الدين الشروط ديالو ما كايناش. اسمع اصاحبي اسمع راه كيمشيو على هاد الظلم على الظلم اللي وقع. واحد عنده 70 مليار في الكونت ديالو ياك يبيع امه وباقي طامع كل شيء قدامه باقي طامع. راه هادشي اللي وقع. راه شوف وانا نقول انا قلت علاش والديا فرطوا في بلادهم انا والله ما نفرط والله حتى نموت. وانا كنقول والله حتى نموت اذا فرطوا والديا فيا انا ما نفرطش. انا هنا نموت وهنا اما تكون لا ليبيا لا سوريا لا والو تكون قانوني غوقتلوني تكون. وغدا اللي انقف امام الله اللي ما تظلم حتى شي واحد لكل ذي حق حقه. ونوقف امامك العامل رئيس مجلس بلدي الباشا اكوش شوف دابا اذا كانوا كيقولوا انت ما تقيدش وانت ما تقيدش راه الشيخ عارف. احنا كاملين معاك اخاي احنا كاملين معاك. الشيخ كيتسوق من عندي احنا كاملين معاك. كلشي كيعرف كلشي وبطاقة كاين كلشي كيتسوق. هادو اللي كتشوفهم هنا الاخر راه هما اللي كيبيعوا شريف والله حتى هما اللي كيبيعوا شريف. شتينا شتينا ما عطاهمش حقهم راه مشاو هكا عندهم قهاوي والمطاعم وعطاوهم راه مشاو. وحنا بلا عارف راه هما باينين نوضوا فتنة. بغاو يديروا سوريا هنا بغاو يديروا مصر هنا بغاو يديروا لبنان بغاو يديروا هنا بغاو ينوضوا الارهاب هنا. القايد كيقول للمواطن سير دعيني سميت حنا كنوضوا الصداع. وحنا كنقولوا حنا ما خصنا صداع بغينا بلاصه ناكلوا فيها 3000 فرانك في النهار ماشي 3000 فرانك 50 درهم. هذا ماشي اسلوب اللي غيهضر معاه فيه القايد يقول له سير دعيني. ما خصناش 10000 درهم بلا نهار. موت انت وكون انت ودير اللي بغيتي. باش نخلص 50 درهم مصوره في النهار باش نخلص يا حلاوه طيبه. هادشي اللي كاين والله يرحمكم ويشوفوا فينا. السلام عليكم.